في 47 دولة حول العالم، وفي أشد الأحوال صعوبة، كانت الإغاثة الإسلامية في قلب الحدث. وصلنا إلى أكثر من 120 مليون إنسان مستحق لتبرعاتكم. نحظى بدعم الحكومات المانحة وكبرى وكالات الأمم المتحدة. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك سعادة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا خير الناس أنفعهم للناس. هذا البرنامج برعاية إسلامك ريليف. اليوم سنتحدث عن المبادرات الشعبية لمساعدة أهلنا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة بعد الحرب والدمار الذي حصل فيهم. قصيدة أتذكرها دائما عندما كنت صغيرا درسناها كلنا في المدارس: فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي، ولحنا أبي على شفتي، وأعرف دربي ويرجع شعبي إلى بيت جدي إلى دفء مهدي، فلسطين داري ودرب انتصاري. اللهم أجملها من كلمات وما أجملها من ألحان، لأنها تتكلم عن أجمل البلاد وألحنها على القلب. ولكن للأسف الدمار الذي تركته الحرب على قطاع غزة خلال 11 يوماً كان له وقع كبير. بعض الإحصائيات تقول أن الدمار في البنية التحتية زاد عن يحتاج إلى أكثر من 177 مليون دولار لإعادة إعمار ما ولاه هذا الدمار. للأسف هذا جزء بسيط مما يحتاجه أهلنا في غزة، عداك عن الحالة النفسية للأطفال والكبار والصغار والحاجة الطبية لكثير من المعدات والأدوية. سأترككم مع هذا الفيديو البسيط الذي أنتجته كنار تي في ليعطيكم بعض المعلومات، القليل منها ما استطعنا أن نحصيه عن ما حدث مع أهلنا في غزة. نعم، أهلنا في فلسطين يحتاجون الدعم والمساعدة خاصة في هذا الوقت الصعب والحرج أثر الدمار الذي حدث. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض المبادرات التي تقوم بها بعض المؤسسات بطريقة مؤسسية لمساعدة أهلنا في الداخل، ولكن الكل يريد أن يساعد، الكل يريد أن يقدم ما يستطيع، أن يقدم ماله ودمه وكل ما يستطيع لأجل مساعدة أهلنا في فلسطين. اليوم سنتكلم عن بعض المبادرات الفردية التي قام بها أصحابها لمساعدة أهلنا في فلسطين. هذه المبادرات ستكون مقطعة، يعني سنتكلم مع أصحاب المبادرة واحدة تلو الأخرى، وأبدأ بالمبادرة الأولى وأرحب بأختنا الأخت ولاء عموري من أوتاوا. أهلا وسهلا بك أخت ولا. أهلا فيك، الله يبارك فيك يا رب، شكرا جزيلا على استضافتي. طبعا الشكر إليك يا أخت ولا على ما تقومي به. لو تعرف الناس بنفسك، من هي ولا عموري؟
أنا مدرسة بدرس في مدرسة إسلامية الحمد لله رب العالمين، وهيك عندي يعني بزنس صغير على قدي، تشجيعا من أهلي والأصحاب حوالي شجعوني أني أعمل بزنس صغير. فأملي بنتين ما شاء الله وبس. إيش البزنس؟ إيش طبيعة البزنس اللي بتقومي فيه؟ طبعاً أنا كان علي إلي بالعادة إنه بحب أعمل هدايا أشياء يدوية، ففي ناس من حوالي شجعوني إني أعمل بزنس، فهي صراحة يعني بيكون actually يعني أشياء personalized ل different يعني events أو يعني أي مثلاً يعني weddings or مش عارف الكلمة بالعربي. أوكي، واحد بده يتزوج شاور مش عارف شو بسموهم هدول الشغلات زي هيك. أيوة. فهي يعني أشياء بتكون يونيك، يعني شغلة ما يعني معمولة لهذا الشخص أو لهاي الأفنت. أوكي. عيد رمضان أنا شفت عندك شغلات لهاي المناسبات كمان. عيد رمضان أي مناسبة يعني بيدخل فيها جونا العربي وجونا الإسلامي، بحب كتير أعمل أشياء مثل هيك، فالحمد لله يعني مش صغير هيك على جانب إشي بحب أعمله. وعملك برينتينج ولا ديزاين كمان؟ بعمل التنين، بعمل ديزاين وبعمل برينتينج. حلو حلو، طيب ممتاز. ولا قديش لك أنت في الموضوع هذا بشكل عام يعني في البزنس؟ بقالي بهذا الموضوع سنتين. سنتين بس عشان أنا مدرسة ومعلمة، يعني بعمله على وقتي الفاضي فضاغتي، يعني على هيك أحياناً بيجي عبالي أعمل إشي معين، فبستمتع كتير كتير في الشغل هذا، يعني كتير كتير بستمتع فيه. ممتاز. طب ولا حكيني كيف جاتك الفكرة لمساعدة أهلنا في فلسطين، خاصة يمكن مع الأحداث والهذا، كيف جت هاي الفكرة؟ والله يعني كلنا شفنا الفيديوهات المؤلمة، يعني إشي بيقطع القلب، يعني أشياء كانت بجوز هيك أجت أخذت وطنيتنا من جوا اللي بجوز نامت شوي، وأشياء كتير مؤلمة صارت، والواحد صار بس بده يساعد بأي طريقة. فأنا والله يعني بالنسبة لإلي من أنا بتفرج على الفيديوهات يعني بس بفكر كيف بدي أساعد هدول الناس اللي مالهم عم بيتعذبوا، وإحنا قاعدين بس نتفرج عليهم، يعني مش كمان كفلسطينية نفسي يعني، بس كمان كإنسانة كعربية كمسلمة كيف فيني أساعد هدول الناس. فهي أجتني يعني ثانية اللحظة، يعني إنه أعمل إشي، إنه مثلا منتج إنه أبيعه وكل شيء بيجي دخل يعني هذا يروح لأهل غزة، يعني إشي بسيط بسيط من أشياء من كتير بنقدر نعملها. فيعني طبعاً كمدرسة أكيد علمت الأولاد اللي عندي بالصف، حكيت لهم عن القدس وحكيت لهم عن ليش هاي قضية عرب، مش بس عرب بس مسلمين وقضية إنسانية. فحاولت كتير إني أدخل هذا الشيء في يومياتنا في الدراسة، بس ما إنه عندي إشي تاني بقدر أساعد فيه، فأجتني اللحظة هاي يعني التفكير، وما صراحة ما ترددت فيها، وبعدت لكتير ناس بعرفهم عندهم مشاريع صغيرة كمان إنه إذا بتحبوا تبادروا بهذا الموضوع بأي شيء، يعني بيقدر يكون 5% of profits 10% 25%. فالحمد لله في ناس جاوبت يعني ومشت. يعني أنت حتى جمعت ناس تانين معك كمان عشان يساعدوا. في ناس عندهم أنا بعرفهم بتعامل معهم عندهم مشاريع صغيرة، فأنا بعثت لهم as a DM private message إنه يعني عملت هيك يعني نموذج صغير إنه تحط اسم ال طبعا اسم ال البزنس وقدي أنت البروفيت حابب إنه تعطيها لفلسطين، وأعطيتهم كمان الاختيار. طبعا إسلاميك ريليف أنا من الناس اللي كتير بآمن فيهم، وبالنسبة إلي حبيت يعني إنه أي شيء أرباحي يروح لإسلاميك ريليف، وأعطيت الخيارات، وفي ناس كتير أخذوا إسلاميك ريليف، وفي بنات تانين يعني اختاروا منظمات تانية، بس الحمد لله. طيب أنا خليني أرجع على البزنس، أنا شوية هيك اختلط علي البزنس تبعك. أنت بتعملي نحكي مثلا تيشيرتات،
البروفيت تبعها كله بروح لريعها لأهلنا في فلسطين؟ نعم ما. إن شاء الله كل شيء profit يعني 100% profit من الشيء اللي بعمله لفلسطين رح يروح لأهل غزة، لأنه يعني كفلسطينية يعني مش رح أستغل الموضوع إنه أعمل أنا profit to myself، يعني the whole point of it is عن جد إنه يكون إشي يساعدهم 100% بأي شيء بقدر أعمله. الله يعطيك العافية. والسيدات اللي معك أنتوا مجموعة من أكثر من سيدة صحيح؟ مو بالبزنس تبعي بس لا هم عندهم يعني في بنات كتير بأوتاوا أنا بعرفهم عندهم بزنس صغير يعني ناس ما شاء الله عليهم، بس يعني هم كمان بادروا. مثال ما بعرف أنا مين اللي معي، بس واحدة مثلا تطبخ وبتعمل كاترينج اشتغلت وممكن تواصلت معك أو أنت تواصلتي معها وهي حتدفع مثلا 40% من البروفيت، إلها الخيار يعني. صح بالضبط. هل ما زالت المبادرة تبعتك مفتوحة؟ يعني أنا ما زالت مفتوحة مبادرتي. أنا صراحة عملتها ليوم الأحد الماضي، بس بعدين قلت لا خليني أكمل، ما إنه ما شاء الله يعني كان في إقبال كتير والناس حبت تساعد، حتى مو ناس فلسطينية ومو ناس عرب، وكتير ناس أجوا سألوني شو هاي الكلمة اللي بالعربي مكتوبة على التيشيرت، قلت لهم this is Palestine in Arabic. So حبيت فكرة إنه حتى الناس اللي هم مو مسلمين مو عرب وما بيفهموا هاي الكلمة حبوا يلبسوا هاي التيشيرت تضامناً مع الناس اللي هم يعني فلسطين وبغزة، الناس اللي بيعانوا. فيعني هي مسج صغير للناس إنه يعني هاي القطعة من الأرض موجودة ويعني بس إنه اعرفوها وتعلموا عنها وساعدوا بإيش ما بتقدروا، حتى الصوت الصغير يعني حتى النشر الصغيرة راح تساعد كتير. أنا بس بدي أحكي للجميع إنه ما يستهينوا بأي دولار بتبرعوا فيه لأهلنا، لأنه أكثر من 56% يا جماعة في غزة حسب إحصائيات الأمم المتحدة تحت مستوى الفقر. 56% مستوى الفقر، في ناس بتعيش بدولارين للأسرة مش للشخص، للأسرة باليوم دولارين باليوم يا جماعة. يعني الدولارين ما بعرف، يعني إذا واحد عندنا هون بدي يعطيهم لابنه بيستحي يعطيهم لابنه، صح؟ يعني it doesn't make anything في حياتك. فأنت بتدعم أول إشي بزنس محلي ومنه بتساعد أهلنا في غزة. أنا بدي أورجي بعض الشغلة، طبعا أنا حاطط على الشاشة طول الوقت الكونتاكت تبعت الأستاذة ولاء، إذا حابين تتواصلوا معها سواء على الإنستغرام على الفيسبوك أو على الإيميل، سواء عشان تشتروا أو حتى تساعدوا في المبادرة. يمكن أنتوا عندكم بزنس تعطيكم معلومات كيف تدخلوا، إحنا حنحاول نعطي كل المعلومات، لكن إذا في إشي حورجي الناس الإنستغرام تبعك. هذا الانستغرام هون الصفحة اللي هي فافن ستايل، طبعا موقعهم هم في أوتاوا جاتينو، بيقدروا يعملوا شيبينج كمان. صحيح بعمل شيبينج. أوكي أنا شايف شيبينج US كندا أفيلابل، ممتاز. طيب خلينا نشوف بعض الستايلات اللي عملتيها هذه أحد ال ري بالستاين، نايس شيء حلو. وهي كانت لعائلة مو عربية ولبسوا ما شاء الله من الكبير للصغير، كانت شيء حلو يعني. والله هاي جود ايديا، يعني كل العائلة ممكن تعملي لهم مأساة. واو هاي فيري جود ايديا يا جماعة. هاي ألوان كمان حلو، فاللي بتحجج بحبش الأبيض بحب الأسود زي أنا. هاي برضو في عنده خيارات، وهاي برضو هذه تو ديزاين صح؟ بلوستين تو ديزاين البيبي والمام. اوكي هاي واحدة للبيبي واحدة للماما. yeah. اوكي حلو، واو هاي عجبتني اللي فوق للصبايا هيك بتلمع صح؟ بتلمع سباركلي. يا عيني طيب هلا اذا واحد عنده ديزاين معين ممكن يتواصل معك وتعملي له هذا الديزاين على البلوزه؟ هلا بعمل هيك اشياء، يعني بعمل ديزاين معين لناس معينه،
بس أنا عشان هاي المبادرة قلت أخلي ديزاينز معين، بس أكيد إذا في حدا في عنده شيء براسه بشتغل على ديزاين معين تاني ما عندي أي مشكلة. يعني طلعوا هالصبية ما شاء الله السبايكرينج هيك، يعني إشي أكيد بنبسطوا عليه البنات والخاصة الصغار، هيك بكون عندهم إشي جليتري وستايل يعني. مش عشان أنا لابس إشي لفلسطين معناه أني لازم تكون بلوزة ألبسها مرة وأزتها يعني. لا بالعكس. Exactly. أوكي. كمان حبيت كمان أقول إنه عن جد أنا لما بلشتها يعني أول ما حطيتها في حدا من إسلامك ريليف سيد يزن حكى معي وعلى طول يعني شجعني وشكرني، وهذا كمان إشي كتير حلو من إسلامك ريليف إنه عن جد يعني حسيت حالي إني عم بعمل إشي حلو فشجعني كتير ورفع من معنويات كتير يعني. وإحنا شكرا كتير لكم. ليش اخترتي إسلامك ريليف؟ مثل ما قلت يعني هو أنا بالعادة يعني ما بعرف عندي هيك عندي trust يعني مع إسلامك ريليف، يعني تعاملت شخصيا يعني تعاملت معهم إذا donation أو sponsor orphan أو sponsor، so يعني عندي شوية knowledge عن إسلامك ريليف وحاسته يعني إشي مضمون فعشان هيك اخترته يعني. وإلهم مشاريع كتير على أرض الواقع وإحنا شفنا ما شاء الله عندهم مشاريع حول العالم مش بس في فلسطين، في أكثر خاصة إسلامك ريليف كندا إلهم مشاريع في حوالي 40 دولة حول العالم وبيساعدوا الناس بدون تجزيء، لأنه هذا شخص مثلا عربي أو مسلم أو مثلا من ديانة معينة، لا عندهم الإنسانية هي الأول وهذا اللي لازم نوصله جميعا إن شاء الله. طيب إن شاء الله. أخت ولا أنا حاطط الكونكشن تبعك، إذا حدا حابب يتواصل ويدعم ويساعد شو لازم يسوي على رأيك؟ هلا يعني مثلا إذا حدا عنده بزنس قصدك يعني إنه حدا يساعد شو؟ yes. Yeah, of course. يعني أنا عن جد قلت لو شيء بسيط لو 1% 2% 5% حسب يعني الدخل الإنسان، يعني في ناس بيكون هذا مصدر رزقهم الوحيد فلازم يكون في profit يدخل عليهم كمان، فأي شيء أي شيء بقدر يساعد، حتى إنه تشجع البزنس التانيين اللي هم بيدعموا إسلامك ريليف أو بيتبرعوا بقيمة معينة من المبلغ، يعني حتى لو تدعم ناس تانيين بيكون كتير منيح، يعني بيكون إشي أتليس بيساعد على القضية اللي إحنا بنحكي فيها اللي إحنا عن جد لازم. يعني هاي المرة حسيت إنه الكل هيك صحي عليها، وحتى اللي مش عرب والمش مسلمين عم بيهتموا كتير فيها، وكتير ناس ordered يعني they ordered t-shirts بس to support، يعني هم مو عرب مو مسلمين يعني ما إلهم دخل وما بيعرفوا أصلا عن غزة وعن هاي الأشياء، بس الأشياء اللي شفناها كانت كتير مؤلمة وأظن يعني it touched a lot of people يعني. طب اللي بدي يعمل orders سهل جدا يتواصل معك ولا في procedures معقد إشي؟ لا أنا كتير سهل لأنه يعني مثل ما قلت بالأول بزنس كتير صغير، يعني لسه عم بشتغل على ويب سايت إن شاء الله بالصيف رح يجي، إيميل إنستغرام فيسبوك يعني private message it's يعني بس هدول الأشياء كتير كتير simple، يعني أشياء متاحة لكل الناس. اللي ما عنده فيسبوك وإنستغرام طبعا في كتير ناس ما عندهم بيقدر يتواصل معي على الإيميل إن شاء الله ومن عيوني يعني. تسلم عيونك. تسلم. إذن هذه من أحد المبادرات الرائعة اللي فعلا الأخت ولا عموري قامت بها وتقوم بها ما زالت من أجل إخواننا في فلسطين، وبالعكس عملت وعي في المجتمع البزنس بالسيدات والصبايا اللي حواليها وقدرت تجمع جروب رائع. أنا بشكرك من صميم قلبي، مع أنه إحنا مش لازم نشكر بعض على ما نقوم به لأنه أكيد. هذا صحيح. جزء من واجبنا تجاه وطننا الحبيب فلسطين. صحيح. وأنا كمان بشكرك كتير وعن جد يعني بس كلمة أخيرة عن جد عن جد يا رب الله ينصرهم وإن شاء الله يخفف عنهم دائما دائما، وأي حدا بيقدر يساعد بأي إشي ما يتردد يعني تكون لحظة خلاص نهائية يعني إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ربنا يوفقك أخت ولاء ونشكرك مرة ثانية على هذه المبادرة الرائعة، وعلى أشكري لي كل السيدات باسمنا
اللي قاموا بالتبرع ولو بواحد بالمية من البروفيت تبعهم. الله يجزيك الخير، إن شاء الله بوصل. إن شاء الله. شكرا لك كتير. خليكم معنا، حنتقابل مع المبادرة الثانية. Once again, violence is escalating from Jerusalem to Gaza. Hundreds have been injured. Dozens have been killed in Gaza, including 9 children. In a time of a global pandemic, this puts Palestinians at an extreme risk of disease. Islamic Relief stands with our brothers and sisters in Palestine, as we have been since 1994, providing life-saving aid. Help us continue our work inside Palestine. Donate today. ورجعنا لكم الآن، إن شاء الله رب العالمين حيكون معي ضيفين عزيزين على القلب، عملوا مبادرة أكثر من رائعة، وهي مش المبادرة الأولى اللي بسوي فيها، لكن هذه المبادرة أخذت صدى بين الجالية، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يجزاهم فيها خير وتوصل هذه التبرعات لأهلنا في غزة. معنا الشيف محمد النجار أبو صبحي، يا أهلا وسهلا فيك. يا حياك دكتور. وعمر الجندي، أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر. طبعا أبو صبحي هو شيف بيعمل طبخات فلسطينية بكل المقاييس، يعني بدك تتذكر هيك قعدة القدس لازم تأكل إشي من عند أبو صبحي، وإذا بدك تأكله صح لازم تجيبه من عند الهنا. مظبوط. انت عملت كومبينيشن رائع يعني. الحمد لله. الحمد لله. طبعا اللي ما بعرف اخونا عمر هو صاحب الشركه او مؤسسه بالهنا اللي تعتبر امازون الاكل في مدينه اوتاوا، وان شاء الله قريبا ان شاء الله قريب في كندا كلها باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق. طبعا اليوم احنا برنامجنا بتكلم عن المبادرات اللي قام فيها بعض الاشخاص لاجل مساعده اهلنا في فلسطين وفي طبعا بالذات قطاع غزه، خاصه بعد اللي صار. بعرفش مين بينكم بحب يبدا يحكي عن الموضوع وكيف اجت الفكره. انا الفكره كلها اللي جت ان احنا يعني مع الأسف دي مش أول مرة تحصل المشاكل اللي حصلت في فلسطين، ولكن المرة دي يمكن أتيحت لي الفرصة إن إحنا يبقى عندنا المجال إن إحنا نقدر نقدم حاجة من خلال الشغل بتاعنا، من خلال بالهنا، إن إحنا نقدر نقدم وسيلة لدعم إخواتنا هناك، وفي نفس الوقت نشجع الكوميونيتي إن هم يشاركوا بشكل أكتر. فالفكرة فعلا جت بسرعة جدا، وجت in very short period of time، ولما عرضتها على الشفة بصبحي ما تأخرش لحظة، والراجل قال لي done، ما تسألش وما تفكرش، وهو صاحب طبعا الفكرة بتاعت المينيو وفكرة الأطباق اللي تقدمت. فهي الفكرة ان احنا حاولنا نستغل الإمكانيات اللي موجودة عندنا من حيث المطبخ، من حيث البلاتفورم، من حيث الإمكانيات اللي موجودة، إن إحنا نقدر نقدم الوسيلة اللي تخلي الناس تبقى تدي تعمل الدونيشن وهي مسرح. وطبعاً اختيار إسلامك ريليف كان هم ويل نون أورجانيزيشن وليهم نشاط كبير على الأرض، فطبعاً كان الحمد لله كان اختيار موفق. أبو صبحي بلغني عن اختيار المينيو، يعني انت اخترت شغلات فلسطينيه منها ضربت عصفورين بحجر. اول شيء الشغلات الزاكيه اللي انت بتسويها اللي كنا تعودنا عليها، الشغله الثانيه انت ذكرت الناس بالبلد، يعني خاصه احنا بالغربه، يعني قرص الفلافل بالنسبه لنا شيء كبير. والله دكتور جمال، احنا زي ما تفضل الاستاذ عمرو، يعني الحمد لله توفقنا على الفكره وعلى الطريقه اللي نقدم فيها بالاجماع، وبخاطر شكر جزيل لكل من ساهم في هذه المبادره من الناس، كان اقبال جيد جدا. فكانت الفكره انه احنا نطلع شيء من داخل، يعني من اكلاتنا، من تراثنا الفلسطيني. غزه، الضفه، الداخل، القدس، ولا يعلى على القدس ولا فلافل القدس، وانت سيد العارفين شو معنى تاكل سندويش فلافل من القدس. يا الله،
يعني شيء خرافي. أتمنى في إني أرجع مرة تانية، بس يعني في زيارة يعني لو كانت عاجلة أرجع أخذ ساندويش الفلافل اللي تأكله في القدس، في يعني فيتامين إنك أنت ابن هذه الأرض، ابن هذا الوطن. فجيد جدا تعريف حتى الجاليات الأخرى اللي ساهمت في هذه المبادرة معنا وأجوا أخذوا هذا المنتج ليدعموا الناس المحتاجة في فلسطين في إنهم يذوقوا شيء من أكلنا. في ناس بيعرفوه لكن في ناس كتير كمان ما بيعرفوه، وخصوصا كمان كان في عنا إقبال من جنسيات متعددة، أنا بشكرهم جميعا، وجنسيات أجنبية لما أجوا ذاقوا المذاق أكلنا الفلافل والفول والحمص، وخصوصا الفلافل لما تنعمل على الطريقة الفلسطينية. يعني كل بلد مع احترام شديد لها طريقتها الخاصة، ولكن لنا طريقة مميزة. فلسطين ممتاز بالفلافل، مميزة لها طعم ورائحة، وانت سيد العارفين في هذا الموضوع. فكان يعني من الجيد انك انت تقدم شيء من الاشياء اللي بلدك بتحبها، اهل بلدك بيحبوها، تستقطب فيها النفس بتاعنا. فهي من هذا المنطلق. حلو حلو. طيب استاذ عمر، انا بدي ارجع لك بالسؤال. زي ما فهمت انه كان في اقبال جيد، هل توقعتوا هذا الإقبال، وخاصة من الجاليات اللي فهمته من عمي من أخويا بصبحي إنه في جاليات حتى مش فلسطينية شاركت، حتى مش عربية شاركت؟ صراحة أنا كنت متخيل إن إحنا يعني لو بعنا 100 وجبة ده هيبقى رقم وإنجاز وشيء ممتاز. لكن أولا أنا بحب أشكر كل الناس اللي تحمست للفكرة وعملت شير للموضوع. أنا مش عايز أقول لحضرتك يعني الموضوع الحمد لله، الحمد لله المبادرة لاقت انتشار واسع جدا في أطول وناس كتير. أنا بكلم حضرتك في أقل من 5-6 أيام كنا يعني إحنا عملنا بس أناونسمنت قبل الإيفنت ب5-6 أيام. ففعلا ما كانش فيه وقت، وكان هدفي إن يبقى أثناء الأحداث يبقى الناس تحس إنها فعلا بتعمل حاجة في وقت الحدث بالضبط. لكن هو كانت الفكرة إن أنا ما تخيلتش إنها هيبقى فيه الإقبال. أنا عايز أشكر بجد فعلا كل الناس اللي اشترت، سواء شاركت بالشراء أو بالشير أو إن هم وصلوا المعلومة للناس. والحمد لله الحمد لله إحنا عدينا 140 وجبة، والحمد لله تقريبا الفند ريزنج الحمد لله دخل في أكتر يعني حوالي 3000 دولار، وإن شاء الله بكرة بإذن الله الشيك يوصل لإسلامك ريليف، وهو وعدني إن المبلغ هيكون إن شاء الله في دين إخواننا هناك في أسرع وقت ممكن بإذن الله. فالحمد لله الحمد لله يعني بجد أنا عايز أشكر كل الناس، وخاصة أعتقد إن المرة دي كل ملاحظ الشباب الصغير، الناس كتير عندها حماس كبير قوي لان هم يشاركوا ويتفاعلوا بالموضوع. مش عايز اقول لحضرتك الفالنتيرز كانوا فعلا الناس بتشتغل من قلبها. في ناس كتير جم حتى بزنسز تانية، الاستاذ هاشم من كان نسيت شركه اللي هو بتاعت اسمها ايه. فالفكره كلها ان في ناس كتير، ودماس سوبر ماركت كان برضو شارك معنا. يعني الناس كلها حابه تشارك، والناس كلها عايزه تعمل حاجه. فان شاء الله ان شاء الله رب باذن الله نقدر ننظم مره واثنين وثلاثه مبادرات زي كده، وان شاء الله باذن الله يبقى احنا دايما عندنا ريسبوند كويس مع اللي بيحصل في المجتمع بالمجتمعات بتاعتنا بشكل عام، ويبقى لنا باذن الله دور في ان احنا نحاول نعمل حاجه نساعد بيها المجتمع بتاعنا بشكل عام، سواء كان هنا في كندا سواء كان في باكوميا. ممتاز. انا بدي اسالك سؤالين مع بعض. السؤال الاول، انت عملت فلافل وعملت شغلات ثانيه اسمها كان في عنها. والسؤال الثاني بدي اسالك اياه، هل في زي ما حكى اخونا عمر، هل في نيه انه ننظم حملات اخرى مستقبلا، انه تصير هاي كعاده متبعه عند بالهنا والشيف ابو صبحي لاهل فلسطين؟ لا سمح الله صار إشي زي ما صار في اخواننا عند اخواننا في لبنان، هل ممكن نسوي شغلات مستقبلا
ماشي. اولا يعني احنا الهدف الاساسي زي ما تفضل الاستاذ عمر، يعني احنا دائما يعني بنحب ان احنا نقدم، يعني نحن نغار من الاخرين، يعني اذا في احد من الجمعيات الاخرى من الناس بحب يقدم خطوه للامام، فاحنا بنحب نقدم خطوتين. فدائما لدينا من داخلنا روح المبادره، روح المبادره لخدمه المجتمع العربي، المجتمع المسلم، المجتمع الانساني بكافة الظروف. في عنا خطط يعني مستقبلية إن شاء الله يعني راح نطرحها فيما بعد، ولكن يعني طلبنا إنه تلفزيون كنار يكون معانا متواصل بهذه الخدمات، لأنه خدماتنا إحنا مجانية، خدماتنا إنسانية، خدماتنا بترجع من داخلنا إنه إحنا كبشر في داخل كندا. أنا أستاذ عمرو يمكن تطرق بعدين للموضوع هذا، في عدة مشاريع إن شاء الله راح نقدمها لتقديم صورتنا كعرب في، يعني أنا أسميها تحت مسمى عرب، كناس عندها روح إنسانية. يعني إحنا عنا الإمكانيات المادية، عنا الإمكانيات البشرية الحمد لله رب العالمين. فهدفنا توصيل هذه الرسالة. بالنسبة للمبادرات طبعا في عنا إن شاء الله يعني ناس كتير بتحتنا وبتسأل، حابة إنه هذا المشروع يكون مستمر، يعني حابين إنهم يقدموا ثاني، لأنه الأضرار خصوصاً عن الحرب الأخيرة والعدوان الأخير عنا في غزة كانت له آثار سلبية كثيرة. في ناس كثير محتاجة مود يعني، وزيادة زيادة من الدعم، زيادة من الاهتمام. الحمد لله رب العالمين الناس جوا محتاجة هذا الشيء، مش محتاجين بس دعواتنا، كمان محتاجين كمان إمكانيات من عنا نقدمها. أنا صراحة بشكر تلفزيون كنار على التغطية المميزة والدعم لقضيتنا ولا بلا استثناء، يعني من البحر الى النهر الحمد لله، كلنا تحت رايه واحده. فهدفنا انساني غير تابع لاي اتجاه، والحمد لله رب العالمين هي مبادره خاصه فينا، ودعم كبير وشكر كبير لإسلامك ريليف، لانه فعلا الناس بتشتغل من قلبها. الاخ يزن قمه في الاخلاق والروح، هو التيم ورك اللي بيشتغل فيه، فهذا شيء جيد جدا والحمد لله رب العالمين. فان شاء الله ان شاء الله يعني في ان شاء الله في امور راح يعني راح نفرحها ان شاء الله في الفتره القادمه، يعني ان شاء الله حنشوف مشاريع قادمه، يعني ممكن نعمل سلطنه اليمن، نعمل اكيد اشياء زي كده. في لانه شوف احنا اليوم عملناها بطريقه منظمه والحمد لله رب العالمين، لاحظ اقبال، فهذا الأسلوب والطريقة اللي اشتغلنا فيها طريقة منظمة، طريقة جيدة، طريقة معتمدة ومعترف فيها من داخل البلد، من عنا من داخل كندا، دول سيستم الكندي. أنا معلش أنا عايز أضيف نقطة تانية، يمكن أنا أتيحت لي الفرصة أن أنا كنت بسافر كتير جدا قبل ما أجي أستقر في كندا، فالملحوظ دايما ان في اي بلد اول ما بتنزل اول حاجه بتحب تتعرف عليها اكل الشعب ده ايه او اكل البلد دي. فاحنا كالوطن العربي بشكل عام المطبخ اللي معروف عننا هو الشاورما، ما يعرفوش اي حاجه ثانيه غير الشاورما والتوميه، ده اللي هم يعرفوه. احنا لا تعرفها بصف ثلاثه. فاحنا الفكره كلها في بالهنا ان يعني النيو براند او اللوجو الجديد بتاع الشركه هي مالتي كالتشرال فود ماركت. احنا الهدف ان احنا عايزين نوصل مش بس المطبخ اللبناني، المطبخ الفلسطيني، المطبخ المصري، المطبخ عايزين نوصل البرودكت بتاعنا بالشكل وبالاسلوب اللي يليق بيه للمستهلك الكندي بالشكل اللي هو يكسبكتد، وللجالية العربية نقدم لهم منتجات بشكل يليق بالمستوى بتاعنا كجالية عربية. فإحنا بيبقى عندنا هدف ده بشكل مستمر في كل المنتجات اللي إحنا بنقدمها من خلال بالهنا، إن إحنا نوصل للناس سواء للجالية العربية سواء للسكن جنريشن بتوعنا، سواء كان يعني الفيرست جنريشن أو السكن جنريشن أو حتى الجاليات التانية،
الكنديينز او من الجاليات الثانيه الثقافه بتاعت اكلنا الحاجات اللي انا بيجي لي اسئله كتير قوي، يعني ايه الفرق بين السمبوسه؟ احنا عندنا سمبوسه هندي وسمبوسه شامي وسمبوسه لبناني وسمبوسه مش عارف ايه، فبتلاقي كاستمرز كنديين بيسالوها يعني ايه الفرق. طب ايه البتاع؟ لا انتوا بالهنا مؤسسه او شركه ناشئه صغيره جدا، ولكن المشروع اللي قمتوا فيه الان يعتبر مشروع جبار. وإحنا دائما بنحكي إنه الجبل يبدأ من حجرات صغيرة. فبدي منك رسالة للمؤسسات الثانية اللي بتتوقع إنه $100 $1,000 $3,000 $10,000 ما حيغيروا غاد. إيش رسالتك لهاي المؤسسات لكل الناس بغض النظر عرب مش عرب؟ أعطيني رسالة بدي أسمع منك عشان نحكي لهم إنه فعلا هاي بالهنا أعطتكم مثال يحتذى به. أنا عندي دايما بحب أقول حاجة صغيرة قوي وبسيطة قوي. ثق في نفسك، ثق في فكرتك، ثق في اللي أنت بتعمله، يعني believe in yourself. فاللي هو أنا عندي فكرة في دماغي بشكل معين، أنا عايز أوصل رسالة، اعمل كل حاجة بتقدر عليها أنك توصل الرسالة بتاعتك. ما تفكرش هتروح فين، ما تفكرش هتوصل لغاية فين، ابدأ النهاردة مهما كانت الستاب صغيرة هتوصل إن شاء الله، لأن ربنا وعدنا أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، ده وعد. فبالتالي إحنا المشكلة بنقعد نحسب بنفكر كتير قوي في بكرة قبل ما نشتغل النهاردة. فاشتغل النهاردة وما تفكرش في بكرة وسيب بكرة على ربنا، واشتغل النهاردة بقلب جامد. بس أهم حاجة خليك شايف وشايف اشتغل بكامل. فكنت اوصلها في كالتشرال ان احنا عايزين نوصل لكل جالية قافلة على نفسها تحاول انها تفتح الباب للجاليات التانية، توصل ثقافات تانية، نحاول نعرف الناس اكتر مين هم الفلسطينيين، مين هم العرب، مين هم المصريين، مين هم، لان احنا حاسين هم مش عارفيننا واحنا مش عارفينهم، فخلاص يبقى ما ينفعش نتكلم. والاحسن تواصل من خلال ان احنا نشير مع بعض. ان شاء الله لما كورونا تخلص والامور تفتح تاني، احنا على طول الحمد لله جيراني، يمكن انا ما عنديش جيران عرب في الصف بتاعي كله، بس الحمد لله كحك العيد كان عندهم وحاجات والسمبوسه على طول عندهم، والنهارده رايح لهم قطايف بالمناسبه ابو صبحي. فالحمد لله. الفكره كلها في كده ان احنا يعني ممكن نكلم الجيران والناس اللي حوالينا الغير عرب، نعرفهم على ثقافتها ونعرفهم على ثقافتنا ونعرفهم على الحاجات من خلال المطبخ بتاعنا. فأتمنى إن إحنا الرسالة بتاعتنا توصل لكل الناس، فإن شاء الله بإذن الله نوعدكم بحاجات تانية أكتر كتير بإذن الله في الأيام اللي جاية. stay tuned. إن شاء الله بإذن الله في حاجات كتير، ودائما النار هتبقى السباقة دائما في نقل الأخبار الحلوة دي إن شاء الله بإذن الله. أبو الصبحي، أنت عملت للناس صحن فول، صحن أدسية وفلافل، هل تتوقع انه هذا الفول وهذا الفلافل قدر يوصل، لا تحكي للفلسطيني لان الفلسطيني والعربي تقريبا متشبعين بالقضية، قدر يوصل لغير العربي القضية الفلسطينية، خلاه على الاقل يعمل ريسيرش وات از بالستاين، شو اللي بيصير الان في فلسطين؟ بالطبع اكيد، لانه انت بتعرف وكلنا نعلم جيدا حتى الاكلات بتاعتنا الاصلية اللي هي هذه اكلاتنا سرقت منا، واحنا نعيد، يعني مش نعيد، نحن نحارب من اجل ابسط الامور نثبتها بالطبع. فهذا شيء بسيط جدا، لانه احنا نعرف الناس انه هذه الاشياء هي ملكنا، احنا ما نمتلكها، سرقت منا ولكننا ما زلنا متمسكين بها مهما فعلوا، والحمد لله. يعني هذه فكره التقارب، الناس يعني بتكون دائما مختلف، ولكن لما تحط لها سفره معينه بيجي في تميز عندك. لما تيجي تقول هذا المطبخ اليمني، هذا المطبخ السعودي، هذا المطبخ اللبناني، السوري، المصري، احنا حابين ان احنا نوصل فكرتنا من خلال منتجاتنا. يعني عنا احنا الحمد لله بالهنا اسم يعني اصبح متداول حاليا في اوتاوا، براند بالضبط، لانه نعتمد على
المصداقية والجودة. المصداقية والجودة يعني هذا من أهدافنا وأهداف نجاحنا بإذن الله في المستقبل، إنه عندنا مصداقية في العمل وعندنا جودة في المنتج. لا يمكن أن نحن نقدم أي منتج إلا على مستوى راقي وعالي، إلا على مستوى راقي وعالي. يعني يستحق مثلا لما يأخذ الكندي أو يأخذ العربي أيا كان، يأخذ المستهلك في كندا يقول يعني يتحدث بينه وبين نفسه فعلا بالهنا لديها منتج جيد، لديها بضاعة جيدة، لديها خدمات جيدة جدا. بالآخر بيرجعوا بالنهاية بيرجعوا بيقول لك إنه لنفس النقطة، من القائمين على هذا المكان؟ من القائمين على بالهنا؟ فهذا كمان فخر لنا إنه أنت تقدم منتج بإمكانيات بالهنا التي يعني توازي إمكانيات سكيب ذا ديش وأوبر إيت بعقول أجنبية أتت بعقول مصرية بعقول عربية. هذا شيء جيد يحسب لنا. الحمد لله. في النهاية إحنا نرجع بنقول يا أستاذ يا دكتور جمال أستاذ عمرو، نحن كعرب سواء كنت سوري كنت مصري كنت يمني كنت من المحيط إلى الخليج، نحن أمة واحدة. أكيد أكيد. جمعتنا واحدة. أنا 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 بدي أشكر إسلام كريليف اللي سهلوا إلكم طريقة وصول الأموال إن شاء الله إلى أهلنا في فلسطين، لأنه هم بيشتغلوا على الأرض وإحنا عملنا معهم تقرير في المرة الماضية وعرفنا إنهم يعني شفنا حتى في غزة كيف بدأوا، فما يعطيهم ألف ألف عافية. أبو صبحي بدي منك آخر رسالة لأبناء جاليتنا بشكل عام، ويمكن بدك تدعي لأهلنا وحرجع بعديها لأخونا عمر عشان يحكي رسالته بخير. والله بتشكر كل أهلنا بالجالية الفلسطينية والجالية العربية، سواء كانوا إسلام أو كانوا مسيحية، كلنا كنا متكاتفين حول قضيتنا وحول أزمتنا. الحمد لله رب العالمين قلوبنا على بعض، كان في بين يعني تكاتف يعني قوي جدا جدا في خلال الأزمة اللي فاتت. فبتمنى منهم إنه يستمروا في العطاء حتى في يعني لحد الآن. إسلامك ريليف فاتح باب التبرعات، عندك صليب الأحمر برضو فاتح، الجمعيات الفلسطينية برضو تساهم وتعمل على 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 جمع الدعم لأهلنا في فلسطين. فأنا بحث لو 10 دولار 20 دولار يعني حق فنجان قهوة راح نشتريه ونشربه، بس ال 10 دولار وال 20 دولار بيعملوا شيء لأهلنا ولأبنائنا المحتاجين في فلسطين، خصوصا في الوقت الحالي المتضررين في قطاع غزة، لأنه الأزمة، لأنه أنا بعيش الأزمة يعني بجذورها بحذافيرها. أهلنا في القطاع لا مسكن لا مأكل لا مأوى، يعني يعني المشكلة عويصة جدا، يعني مشكلة قوية جدا. فإحنا لو ساعدناهم في أبسط الأمور بهال 20 دولار بهال 50 دولار حسب إمكانياتك، حسب إمكانياتك شو ما توقف لديك، ساهمت في إنك تستر أسرة تستر ناس محتاجين، فهذا جزاؤه كبير عند الله. يعني هذا هذا طلبي من أهلنا في الجالية في الجالية العربية ككل، يعني مش حد جالية معينة. والحمد لله البشائر يعني جيدة جدا، ولكن كلما زدنا كلما زاد إيش؟ زاد الخير، زاد العطاء زاد الخير. تحياتي لأهلي في غزة في مدينة خان يونس الصمود، دائما يعني لها في القلب معزة، والقدس في القلب. آمين آمين دائما وأبدا. آمين يا رب. آمين أخي عمرو، رسالتك الأخيرة. أتمنى يا رب إن إحنا أشوف الـ من كل الجالية العربية كلها متحدة تحت غطاء واحد ونسبورت بعض بشكل كبير، ندعم كل المشاريع الخيرية والمشاريع بكل أشكالها. نفسي أتمنى أن قناة تي في تبقى قناة على بال تي في في يوم من الأيام إن شاء الله، ونتمنى أن احنا نشوف أكثر من مشروع عربي يستاند أوت في كندا ويستاند أوت، أن احنا إن شاء الله يبقى لنا مكانة أكبر. إحنا نستحق إن شاء الله إن إحنا يبقى عندنا مكانة أكبر في المجتمع اللي إحنا قررنا نعيش فيه. فبالتالي أتمنى، أنا بغير من مجتمعات تانية ليها شأن أكبر مننا وهم عددهم أقل مننا بكتير. إحنا الحمد لله كجالية عربية عندنا إمكانيات كتير نقدر نعمل بيها حاجات أكبر بكتير قوي من اللي إحنا بنعمله دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا في نهاية لقائي معكم بدي أشكر الأستاذ عمرو الجندي
المدير التنفيذي لمؤسسة بالهنا، والشيف أبو صبحي محمد نجار صاحب المطبخ الفلسطيني الرائع. خليكم معنا في لقائنا القادم إن شاء الله. Once again, violence is escalating from Jerusalem to Gaza. Hundreds have been injured. Dozens have been killed in Gaza, including 9 children. In a time of a global pandemic, this puts Palestinians at an extreme risk of disease. Islamic Relief stands with our brothers and sisters in Palestine, as we have been since 1994, providing life-saving aid. Help us continue our work inside Palestine. Donate today. We are back. عدنا إليكم. And my next guest is Tara Ashtakala. Welcome, Tara. Hello, how are you? Very good. Yourself? Okay. Okay, Tara, tell me a little bit about yourself so people don't know you. Just who is Tara? I'm a professor of law at Carleton University here in Ottawa. And I got in touch with, I've been a friend actually with Dr. Case Ghanem of the community for a number of years. He interviewed me once on his program Dialogue with Diversity. So that's how I came to know him. And we also have a common interest in the Green Party and green politics, but obviously a connection with concern about Palestine and medical issues with Palestine, him being a doctor and me knowing a lot about medical issues, because I've, in addition to being a professor of law for many years, I've also been a caregiver to my parents. And it's their medical equipment that I'm interested in donating and making sure that it goes to someone. Yeah, can you tell me more about your initiative? How did you start it and why? Yeah, it's not really, I wouldn't really call it an initiative. It's just I've lost both my parents recently. Yeah, and they were both very educated people. They were both professors themselves, and unfortunately, both of them fell ill with different conditions. For my mom, she lost her mobility, hence she has a wheelchair, and for my dad, it was eye problems. So his equipment and her equipment, and they're large pieces of equipment and very useful for people with those conditions, right? And so, you know, rather than go the usual route after they passed, it was suggested to me, oh, just donate it to here in the Ottawa community. But, you know, these types of equipment are very easy to come by in Ottawa in Canada. And I would really like to see these aids go where they can do the most use, where they can be of the most use. And that is right now, obviously, in Gaza. So these equipments are belonged to you, your parents, yes? Correct, yeah. So how are you going to send them to Gaza? That's what I got in touch with Dr. Ghanem and your the other colleagues in the community for. I'm trying to find a way, hopefully, to get them there. Obviously, they are big pieces, right? I have a lot of medical equipment, but the smaller ones, you know, those are easily available. It's big pieces like a wheelchair and eyesight equipment to help individuals with rehabilitation and with vision impairment. Those are big pieces that are hard to come by, especially overseas. So that's where I'd like to see it do the most good. And especially in Gaza, where people in need for any medical devices now. Yeah, absolutely. So how is your success so far with finding a way to ship them to Gaza? Not much success so far, no. Dr. Ghanem really racked his brain to find out ways to get it overseas, and he couldn't come up with anything. The first organization I tried to get in touch with was Medical Aid for Palestine, MAPCAN Canada. But nobody ever got back to me. I'm not sure. None of the email links or the contacts listed online are working. So nobody ever got back to me. I think they would probably be For this organization, Medical Aid for Palestine, to contact
Professor Tara, or maybe contact us directly and we will get you in touch with Tara. For sure, yes. Tara, are you willing to make this more accessible so you can ship more machinery or whatever medical devices together? Yeah, I mean, whatever I have, I'm willing to give, and I do have lots of smaller medical equipment and supplies as well. Yes. So my question is, why Gaza and why now? The need is greatest now. You know, Gaza is what everybody is hearing about in the news, and you know, frankly, for a people who've been suffering for so many years because of blockades and embargoes on medical equipment coming into the territory, I think that's where it would do the most good. Okay. And we know that medical devices were banned for import for years until they are secondhand or used or whatever, so they can get them there. So, Professor Tara, what is your initiative? As I see, it's a little bit small, but yeah, nothing is small for charity or helping others, because I always say every single mountain started with a small stone. So people build these stones together, they make a huge effort. So do you think that you can lead this, if we can help or somebody can help with collecting more equipment? I know there is a doctor, he's optometrist, eye doctor, and is willing to donate a device too, which is $50,000 or more cost to this. So can I contact him with you? For sure, if we can do it together? Yes, for sure. Okay. So Dr. Tara, tell me please, did you do any fundraising or help for other humanitarian causes around the world before? Not fundraising, but before I started teaching at the university, I was involved for many years with Minds Action Canada, which is about advocating for victims of landmine injury. And of course, you know, in Palestine, that used to be a big problem, and in the Middle East, other areas of the Middle East. So issues about rehabilitation have always interested me. And, you know, when I had this equipment, I thought, you know, this is perfect rehabilitation. This is perfect equipment for people who are in need of rehabilitation. And, you know, the injuries that we see in Gaza leave people with a clear need for rehabilitative aids. That is important. That's important. And I think we have to stand with all people in need around the world. As you said, the people in Gaza, they are really in huge need, especially these days after the 11 days war and with the blockade for almost 14 years. Professor Tara, your last thought and your message for our audience, I really personally would like to thank you. I will try to help you to find the right connections. And I think we will succeed, because if people get united, they will conquer anything. Doesn't matter how difficult it is, we will do it together. So agreed, your thought and your message to our audience. I pray for the people of Gaza every day. And as you said, there are, as I've discovered just with a few emails that have been going around in the past few days since I made this offer, it's so heartening to know that there's a network of people who are dedicated to providing that help. And this is the most basic humanitarian help. You know, it doesn't have to be political. It doesn't have to be partisan. It's just pure humanitarian help. And it's so good to see that people are willing to extend that help to the people of Gaza as well, because they're often forgotten. Sounds good. Thank you again very much for your initiative. I wish that your parents will stay in peace. And I know that this donation will bring them a lot of rewards afterward, because whatever you're doing in their name is really a blessing for them. And I wish that God will bless you too, and wish you all the best, Professor Tara. Thank you again. Thank you. We will be back soon.
Thank you so much. طبعا هاي المبادرات اللي شفناها هي جزء بسيط من عدد المبادرات الموجود في المجتمع الخارج فلسطين. أكيد في هناك آلاف المبادرات. حاولنا نسلط الضوء على بعض هذه المبادرات اللي الأشخاص اللي فعلا شعروا إنه شيء بسيط ممكن يعملوه من أجل أهلنا في فلسطين. أي مساعدة ممكن تغير في حياة شخص واحد على الأقل هناك، هذه حتكون تغيير مهم جدا. طبعا احنا بنشكر إسلاميك ريليف اللي تعاون مع معظم هذه المبادرات لمساعدتهم في إيصال المبالغ أو المساعدات لأهلنا في فلسطين بشكل عام. ولكن الأهم من كل هذا الموضوع هو أن نتحرك جميعا، لا ننتظر الآخرين للقيام بأي مبادرة، أن نتحرك ونقوم بتغيير، لأنه لن نستطيع أن نغير أي شيء إذا لم نتغير نحن أنفسنا. فلنقم يدا بيد إن شاء الله ونساعد غيرنا ونساعد أنفسنا بعمل مبادرة بسيطة أو بالتعاون مع مبادرة أخرى في تغيير ما يحدث حولنا، وخاصة لرفع الظلم عن أهلنا في فلسطين. سنكون معكم إن شاء الله في حلقات قادمة نتكلم عن مبادرات أخرى، ولكن حبينا نسلط الضوء على بعض هذه المبادرات الشعبية البسيطة الإنسانية التي قد لا تجمع المبالغ الكبيرة، ولكنها 100% ستغير الكثير في حياة أهلنا في فلسطين. في نهاية هذه الحلقة أودعكم، وفي شوق دائم لرؤيتكم في حلقة أخرى. سلام للجميع.